السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحب بحضراتكم معانا النهاردة في حلقة جديدة من برنامج وعكم منهم. النهاردة معدنا مع صفة جديدة، صفات المنافقين ربنا عز وجل ذكرها لنا. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. عدم الناس هو نوع ما فيش حد من الناس بيسلم منه. هو الراجل ده دائما ينتقد كل المؤمنين على كل أحواله، بمعنى لما لقى واحد غني بيتصدق يقول لك ايه وعامل صدقه كبيره، يقول لك ده عاملها عشان يرائي، عشان الناس تقول ان هو غني وان هو بيصرف ومش عارف ايه. طيب وان كان واحد فقير متصدق صدقه العيلة عشان فقير، يسخر ايه ده، ده متصدق مبلغ صغير، ده فقير مش لاقي ياكل مش عارف ايه. ان جه الغني ما تصدقش او تصدق بصدقه صغيره، شوف الراجل عمل ايه قد كده بس بخيل وجلده ومعفن ومش عارف ايه. ان جه الفقير اللي معاه اموال قليله اتصدق صدقه كبيره، يا راجل ده انت مش لاقي تاكل تقوم مطلع المبلغ ده كله. فهو الراجل ده ما حدش بيسلم منه. كل الناس بص مهما تعمل ما بيعجبوش. ربنا انعم عليك مثلا ورزقك طفل فعملت عقيقه، ان عملت عقيقه كبيره واكل كويس وجبت الشيف وحاجه نظيفه وحاجه مش بعد كده، يطلع يقول لك ايه ايه يا عم المنظره اللي هو عاملها دي، يعني مش عارف ايه، وتشوف زمانه صرف له فيها كام الف ومش عارف ايه، وانا عملت حقيقة حاجة على قد كده ويا دوب عزمت الاسرتين. يا راجل ده بخيل ومعفن، ده ما عزمش غير اعمامه واخواله ومش عارف ايه. بص هو مفيش حاجة عجباه، هو كده النوع ده من المنافقين مفيش حاجة بتعجبه. عملت كده ما بيعجبوش، عملت كده ما بيعجبوش. فربنا بيقول لك لو انت اصلا من النوع ده اسأل نفسك بقى، انت عارف نفسك لو انت من النوع ده انت عندك صفة من صفات النفاق، لازم تغير الصفة دي. ولو انت مش من النوع ده بس بتشوف النوع ده فربنا بيقول لك ابعد عنه، ما تهتمش بيه، ما تشغلش بالك بيه، بيقول لان هو الشخص ده انت كده كده مش هتعجبه مهما تعمل، انت مش عاجبه، انت صرفت ما عجبتوش، ما صرفتش مش ما عجبتوش، جبت غالي مش عاجبه، جبت رخيص مش عاجبه، جيت اشتريت شقه في مكان مستوى عالي ما مش عاجبه، اشتريتها في مستوى شعبي مش عاجبه، سكنت في القاهره مش عاجبه، سكنت في الصعيد مش عاجبه، هو مش عاجبه خالص. انت بص لو وقفت على دماغك مش هتعجبه. فربنا بيقول لك ما تشغلش بالك بيه، ده انسان اصلا تافه وفاضي ودماغه فاضية مروش حاجة. فبيقول لك ما توجعش قلبك بقى معاه وتشغل بالك ان انت ازاي لا عايز ترضيه وعايز تثبت له انت كويس، لا ولا تثبت له ولا تشغل بالك بيه خالص، لان الراجل ده عنده مرض في قلبه. فبيقول لك اذا كنت انت النوع ده ربنا بيقول لك حاول تغير نفسك، لان دي صفة من صفات المنافقين. واذا كنت مش من النوع ده لكن بتحتك بالنوع ده، سواء النوع ده من جيرانك من زمايلك في الشغل من قرايبك من كذا، فربنا بيقول لك ما تهتمش بيه قوي، يعني عادي سيبه يقول لي يقول. فما انت من جواك قلبك مطمئن سواء اللي بتعمله ده يعني في اخلاص، في اخلاص لله سبحانه وتعالى، سواء كتير سواء قليل سواء فلوس سواء كذا، انت من جواك خلاص عارف الحمد لله انت عامله ليه وايه الهدف منه، ولا تشغل بالك اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل، ولا يشغل بالك في حاجه. فاذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان دي صفه من صفات المنافقين، وبيقول لك احذر ان تكون الصفه دي منك، واحذر انك تعاشر الناس دي حتى لو يؤثروا على قلبك. وبندعو الناس دول ربنا يهديهم ويرحمونا بقى لوجه الله يعني، وربنا يتوب علينا وعليهم يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.